في اليمن قالت مصادر عسكرية إن المعارك في محافظة مأرب بين الحوثيين والقوات الحكومية أسفرت عن مقتل 100 شخص من الجانبين، وشهدت مأرب خلال 24 ساعة معارك وصفت بالأعنف منذ شهر فبراير الماضي بعد أن صدت قوات الحكومة هجوما حوثيا واسعا. معارك ليلية في محافظة مأرب، المواجهات مستمرة وتوصف بالأعنف. مواقع عدة في مأرب مسرحها، وعلى وجه الخصوص شمالي المحافظة وغربيها وجنوبيها. قوات الحكومة الشرعية قالت إنها صدت هجوما واسعا للحوثيين، وتحدثت عن تكبيدهم خسائر بالغة في الأرواح والمعدات، وأعلنت عن إسقاط طائرتين مسيرتين غربي المحافظة. المدفعية شاركت وقصفت مواقع تمركز للقوات الحوثية مع تنفيذ هجوم خاطف للقوات الحكومية في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف. طائرات التحالف بقيادة السعودية شاركت في المواجهات ب20 غارة. الحوثيون بدورهم أعلنوا عن 18 غارة للتحالف على 4 محافظات. وفيما تحتدم المعارك المتتالية منذ فبراير الماضي بمحافظة مأرب، التحالف في اليمن يعلن أن الدفاعات السعودية الجوية تصدت لصاروخين باليستيين، أحدهما كان باتجاه مدينة نجران والآخر نحو خميس مشيط. محاولات حوثية متكررة ومعارك بين الطرفين مشتدة، تداعياتها نزوح واسع. 20,000 نزحوا من مأرب، والأمم المتحدة تتحدث عن صعوبات لأنها تواجه تراجعا في التمويل سيترتب عنه انخفاض في المساعدات الأساسية. جانب من هجوم مكثف للحوثيين على مدينة مأرب، هجوم آخر أفشلته القوات الحكومية، وأفضى وفق مصادر في وزارة الدفاع التابعة لحكومة الرئيس هادي إلى مقتل وجرح العشرات من الجانبين، وإلى أسر القوات الحكومية ما لا يقل عن 20 مسلحا حوثيا. ومنذ أسابيع يشن الحوثيون هجوما متعدد الجبهات على مدينة مأرب الغنية بالنفط والغاز. هؤلاء الأبطال جاءوا إلى هنا ليدافعوا عن شرفهم وكرامتهم، تركوا بيوتهم تركوا أهلهم من أجل الدفاع عن شرفهم وكرامتهم. وعلى امتداد جبهات القتال في مأرب والجوف، تعرض مسلحو الحوثيين لوابل من القذائف والصواريخ على يد وحدات من القوات الحكومية والتحالف الذي تقوده السعودية. سلاح المدفعية وطيران التحالف كان الفاعل الرئيس في معارك استمرت نحو 10 ساعات متواصلة. هذا التصعيد العسكري وإن انخفض منسوبه في عموم اليمن بحسب مراقبين محليين، فقد بات يهدد جهود التهدئة وإحلال السلام التي تقودها الأمم المتحدة. زادت الحرب من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، وزادت الكارثة المعيشية بالنسبة في اليمن، وأصبح من الصعب على ما يبدو أنه من الصعب على أي طرف من طرف الصراع أن يحسم المعركة لصالحه. وهدف الحوثيين الرئيس وفق معلومات ميدانية متطابقة هو إحداث تقدم باتجاه سلسلة جبال البلق الاستراتيجية غرب مدينة مأرب التي تستضيف أكثر من 1,000,000 نازح من مناطق أخرى، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة. غبار الحرب في اليمن يحجب الرؤية عن مستقبل البلاد، ويرى مراقبون أن التصعيد الميداني المتواصل في مأرب وفي محافظات يمنية أخرى يزيد من حجم المخاوف بشأن توسيع دائرة الصراع والمآسي الإنسانية، ويؤجل آفاق الحل السياسي بعد 7 سنوات من الاقتتال. عمر المقرمي، العربي، مأرب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. أهلا بك خليل. يعني تصاعد لوتيرة العمليات العسكرية في مأرب، من خلال متابعتك لكل يعني التفاصيل المتعلقة بمأرب تحديدا، هل نحن هنا أمام عمليات يقوم بها الحوثيون من أجل السيطرة على مأرب بغض النظر عن أي مساعي دبلوماسية؟
بلا شك أن تقريبا كل المساعي التي بذلت سياسيا ودبلوماسيا وآخرها الوساطة العمانية قبل أسابيع يبدو أنها باءت بالفشل الذريع، وعادت الاتهامات بين مختلف الأطراف اليمنية وبين جماعة أنصار الله والتحالف أيضا بتعمد إفشال مثل هذه الجهود والرغبة في التصعيد العسكري، خاصة في جبهة محافظة مأرب، لوحظ منذ اللحظات الأولى لانتهاء الوساطة العمانية أو لمغادرة الوفد العماني صنعاء، وأيضا انتهاء الحديث عن الجهود السياسية التي قام بها المبعوث الدولي مارتن غريفيت وكذلك المبعوث الأمريكي، أن مأرب عادت إلى الواجهة بشكل قوي للغاية من خلال تجدد المعارك في أكثر من جبهة وسقوط العشرات من القتلى والجرحى في معارك محافظة مأرب وتحديدا في الاتجاهين الجنوب الغربي والشمالي. جماعة أنصار الله تتحدث عن أن المئات من مقاتلي قوات الرئيس هادي سقطوا خلال معارك مأرب خلال الأيام الأخيرة أو على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة، بينما الجانب الحكومي أيضا يتحدث عن أنه في معارك الأيام الماضية سقط أيضا المئات من القتلى من في صفوف جماعة أنصار الله وأيضا الجرحى والأسرى، ولكن المؤكد أن المواجهات العسكرية احتدمت بشكل منقطع النظير خلال ساعات الليلة الماضية والساعات الأخيرة أيضا من نهار اليوم وفقا للمصادر الميدانية، وخاصة في مناطق مجزر والمشجح والكسارة والزور بالتزامن مع سلسلة غارات جوية مكثفة نفذها طيران التحالف أيضا خلال الساعتين الماضيتين. وفقا للمصادر الميدانية فإن أكثر من 20 غارة جوية نفذها طيران التحالف على مواقع جماعة أنصار الله في هذه المناطق التي تدور فيها المواجهات العنيفة بين الطرفين، وبالتالي يمكن الحديث يعني بشكل واضح أن المسار العسكري هو الغالب في محافظة مأرب على حساب كل الجهود السياسية، ولعل معركة مأرب أو حسم معركة مأرب يعني الكثير سياسيا قبل أن يعني شيئا أيضا من الناحية العسكرية، وبالتالي المكاسب السياسية ستحقق عسكريا من خلال معارك محافظة مأرب، وهو ما يحرص عليه كل طرف، وهو ما أيضا ما يبرهن الاستماتة المطلقة من قبل كل طرف في حسم معركة مأرب لصالحه، وهو الأمر الذي تأخر معه الحسم في معركة مأرب لصالح أي طرف حتى هذه اللحظة، رغم مضي ما يقرب من 5 أشهر على احتدام المعارك في محافظة مأرب. شكرا لك من صنعاء مراسلنا خليل القاهري.